اهلا وسهلا اخوان الاخوات خوتي المغاربه، كي دايرين بخير؟ اليوم ان شاء الله فيديو جديد من شارع طارق بن زياد. هذا الفيديو هذا اللي غادي نشاركو معكم غادي يكون حصري. كيف كنعرفوا ان سيدنا الله ينصرو صاحب الجلاله الملك محمد السادس غادي يجي لمدينه تمارا وغادي يطلع لمدينه تمسنا، غادي يدير واحد تدشين غادي يكون ان شاء الله، وغادي نشاركو معكم وتشوفوا معايا طبيعه الحال اصدقاء. كيف كتشوفوا معايا، هاجوا معايا الاخوان، غادي نشارك معاكم الفيديو باش تشوفوه معايا مزيان. الاخوان سيدنا غادي يجي مدينه تمارا، يعني شارع طارق بن زياد منين غادي يمر سيدنا، تزين بالاعلام الوطنيه كيف كتشوفوا معايا. مرحبا بك صاحب الجلاله، ومنتمناو وكنتمناو دائما تبقى تجي وتزور المدن المغربيه باش دائما تكون في حله جديده، ويكون هذا الاهتمام اللي تيكون دائما الاصدقاء. كيف كنعرفوا ان سيدنا الله ينصرو غادي يجي، كل شيء تقاد، يعني من ناحيه الغرس، من ناحيه الاعلام الوطنيه، من ناحيه النقاء، كل شيء تقاد. الشارع تعاود في الصباغه ديالو من اول وجديد باش نستقبلوا سيدنا. هادشي علاش الاخوان، علاش هادشي ما يكونش دائما على طول العام؟ مرحبا بسيدنا، مرحبا بالعائله الملكيه، ولكن كنتمناو من المسؤولين ان الاهتمام يكون على طول العام، ماشي فقط غير يكون جاي سيدنا وتنوضوا المسؤولين وتقادوا وتصوبوا هاد البلايص هادو وتنقيو يعني الزناقي وتنقيو الشوارع وتصبوا التطوارات وتنقيو. كيف كتشوفوا معايا، شوفوا معايا الجنابات الاخوان، الدنيا ولات كتشعل في مدينه تمارا. احنا فرحانين، ما نكذبوش عليكم الاخوان، احنا فرحانين بقدوم صاحب الجلاله. شوفوا معايا الرومبوات تصبغوا، تغرسوا فيهم الشجره الاخوان. هادشي ما كانش، غير سمعوا ان سيدنا غادي يجي، كل شيء تحزم، كل شيء صوبوه قادوه من اول وجديد. البرارك اللي ريبوا الاخوان ما خلاو حتى حجره، كل شيء تصوب، كل شيء تقاد، كل شيء ولا في حلة جديدة. اجوا معايا الاصدقاء والاخوان، الى عجبكم هذا الفلوق ما تنسوش الاشتراك، لي لايك، لي كومونتير، وتفعيل الجرس الاخوان. ما تبخلوش معنا بالاشتراكات ديالكم. هاد الرومبو هادي حتى هي الاخوان، هانتوما غازو جديد، النخل جديد الاخوان، هانتوما الاشغال الاخوان، هانتوما الاشغال، هانتوما انا غادي ندور وغادي تشوفوا معايا من اول وجديد باش تشوفوا معايا هاد البلاصه هادي وتشوفوا اشنو كاين. بلات يا الاخوان، سدينا هنايا حيت كيسلحوا. هانتوما الاخوان دايرين لي باريير من نوع الدوز، ولكن انا بغيت نشارك معاكم باش تشوفوا معايا. اجيو معايا الاخوان، كملوا الجوله ديالنا، انا ضروري خصني نشارك معاكم هاد الفيديو وتشوفوه معايا. ما نكذبش عليكم الاخوان، احنا فرحانين، وفرحانين فرحه كبيره بقدوم صاحب الجلاله الملك محمد السادس، سيدنا الله ينصرو ويطول في العمر. ولكن كنتمناو من المسؤولين يبقاو دائما في هذه الوتيره ديال الاشغال، خاصهم يحترموا يعني المهام اللي عندهم الاخوان. اجيو معايا تشوفوا معايا، يعني شنقول لكم، شارع طارق بن زياد تغير بصفة نهائية الإخوان والأخوات. عجوا معي تشوفوا الجديد، أنا ما غاديش نكمل شارع طارق بن زياد كامل الإخوان. شوفوا معي هنا تنقات، يعني كل شيء تنقى الإخوان. من انتم يا المسؤولين يعني كتحترموا قدوم جلالة الملك وكتحترموه، علاش المسؤولين ما تخدموش من نيتكم وديروا كل ما في جهدكم باش دائما المدن المغربية تكون دائما شرف ديال البلاد. اي واحد جا اي مدينة مغربية وشوفها نقية غادي يفتخر بها. اجوا معايا الاصدقاء، نكملوا الجولة ديالنا الاخوان. الى عجبكم هذا الفلوق ما تنساوش الاشتراك في القناة، خبطوا واحد الاشتراك باش تزيدوا تدعموا. اجي اجي اجي، شوفوا 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 الاخوان، شوفوا 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 الخدمه، كينقيو هادشي كامل حيت سيدنا غادي يدوز من هاد الشارع. ها انتم الاخوان،
الاشغال تبارك الله خدامه، ولكن بصراحه هذا الشيء كامل في صالح المواطن التماري، المواطن التماري في صالح وهذا الشيء. وان كيف كتشوفوا تزيين الشوارع بالاعلام الوطنيه، هذا الشيء الا كيزيدنا حب وفخر واعتزاز بالوطن ديالنا. هذا الشيء تنقولوا حيت انا كنبغي بلادي وكنحبها وكنموت عليها. هذا الشيء علاش تنقول لكم هذا الشيء، وكنبغي نقول ما هو كاين. هذا الشيء كله كنشوفوه، كله عارفينه، وكله كنشوفوه بعينينا. ها انتم الاخوان، انا اللي سال معايا هو الرومبوا هادو، يعني صبحوا فيهم النخل، صبحوا فيهم الكازو، يعني شنو نقول لكم، شي حاجه راه عجيبه الاخوان. وحنا كنعرفوا ان سيدنا فين ما تيكون جاي لشي بلاصه، يعني راه كينقيوها وكيعطيوها واحد اهتمام كبير بزاف. هادشي خاصه يكون دائما. هانتوما الاخوان، هانتوما يعني راه كلشي تغرس، كلشي تقاد، كلشي توجد. اش غنقول لكم الاخوان، تبارك الله المسؤولين ديالنا راه خدامين. خدامين تبارك الله، والله يهديهم علينا، والله يهدي الجميع، ونتمنوا الخير لبلادنا، والله يخلي لينا ملكنا، والله يخليه تاج فوق راسنا، والله يحفظه من كل شر، والله يحفظه ويخلي ليه صحته. كيف كتشوفوا معي الاخوان، كانوا هنا واحد البراركه، وما كان واحد البرارك هنا، راه مشطبوا هذه البلاصه هذه، قادوها. يعني راه اش غنقول لكم، يعني راه سيدنا غادي يدوز من هذه البلاصه هذه، راه عطا ولا طاك. هذه البلاصه بان لي غطا وكاع بصفه نهائيه. اش فيها هادي؟ عاجي الخوت يا جاجي، غندوركم هنا تشوفوا معايا البلاصه هادي اللي مغطينها اشنو فيها. بقاو معايا الاخوان والاخوات، تشوفوا معايا كل ما هو كيهم شارع طارق بن زياد الاخوان. اجيو معايا تشوفوا هاد البلاصه هادي، كيف كتشوف معايا البلاصه هادي سادينها. ها هما شوف الاخوان، هنا كان دور الصفيح، ها هو التحيد الاخوان. شوف ها انتم الاخوان، يعني راه خاصهم يكملوا هذا البليط، خاصهم يحيدوا هذا الشيء باش سيدنا ما يشوفش هذا الشيء. ولكن هذا الشيء خاص يكون دائما الاخوان، خاص دائما يكون وتكون يعني اي مدينه في المغرب تكون دائما في حل جديده، وتكون يعني فخر البلاد. يعني حتى الى جاوا السياح وجاوا الناس لشي مدينه في المغرب يلقاوها نقيه، ويلقاوها تتحمر الوجه كيف تنقولها الاخوان. ما نطولش عليكم الاصدقاء ديالي، تهلاو ليا فراسكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد دائما على قناه مروان فلوق. ضروري خصني نشارك معكم هذا الفيديو، حيت فرحانين بقدوم سيدنا، الله ينصرو، الله يطول ليه في العمر ويخليه لينا، ويخليه لينا تاج فوق الراس، الله يخليه لينا يا رب.